السلام عليكم مشاهدينا الكرام. نتواجد الآن في وسط مقاطعة المعريف مدينة الدار البيضاء. ورائي الآن نقطة سوداء، يعني عبارة عن مجموعة من الأزبال تاع بقايا البناء وداك الشيء. هذه النقطة سوداء تسيء المنظر العام ديال المقاطعة وتسيء لتدبير الشأن المحلي بالمنطقة. هي جات في يعني في شارع نف أبريل 9 أبريل قرب عدد حي سكني، أمامها جمعية المعاقين، توجد بجانب فضاء أخضر مهمل، وبالتالي تشكل إزعاج لساكنة المنطقة. معنا فاعل جمعوي من المنطقة المهدي لمينا غيتحدث على هذا الأمر هذا ونشوف شنو رأيه. مرحبا سي. شكرا يعني الموقع ديال الأنفاس، يعني أننا تنتأسفوا يعني لهذه الوضعية اللي تتعيشها مدينة الدار البيضاء، مع العلم ان اليوم ما تنعرفوا مدينه الدار البيضاء انها يعني عندها واحد العقد جديد من تدبير يعني الملف ديال النفايات. وكنا تنبهوا يعني مجلس مدينه الدار البيضاء بانكم راه ما راعيتوش هذه الخصوصيه ديال هذه البقايا ديال البناء. واليوم ان المجلس مدينه الدار البيضاء فشل في هذه العمليه، من تلقاو مجموعه من النقاط. يعني انا اللي تيحس بالنفس ديالي هو مؤخرا يعني بعد واحد الاسابيع اللي مضات اننا تلقاو يعني مجلس مدينة الدار البيضاء يعني في جميع يعني المكونات ديالو انه تيصرح وتيقول بانها راه واحد النقطة سوداء راه تم الازالة ديالها، حيت كانت تتواجد يعني بالقرب من واحد المحل ولا من واحد المسكن ديال واحد الشخصية اللي كانت تعرف يعني مثلا بشخصية عمومية، يعني لا داعي لذكر الاسم ديالها. ولكن اليوم هاد الناس ديال هاد اللي كما تنقولوا هاد الناس اللي تينقلوا هاد المخلفات ديال البناء ما تيختاروش زعما الزنقة ولا الدرب ولا الحومة ولا الحي، يعني فيما ولهم تيتلاح. يعني انا تنقول واش مجلس مدينه الدار البيضاء ما فيش ناس يفكروا باش يلقاو واحد الاماكن اللي ممكن هاد الناس ينقلوا هذا الشيء. انا ما تنفهمش بان مجلس مدينه الدار البيضاء تيلزم اليوم البيضاويات والبيضاويين انهم من يبغيو يديروا اصلاحات في البيوت ديالهم انهم تيطلبوا منهم اجراءات اداريه وقانونيه انهم باش يخدعوا لواحد الترخيص، ولكن فاش انهم تيتخلصوا وتيديروا يعني لاميناجمون وتيديروا التاهيل ديال البيوت ديالهم تيرميو النفايات ديالهم في اي كان بواحد الثمن اللي هو اليوم الدوله تتكلف. يعني انا اليوم تنشد يعني السيد الوالي والسيد العامل ديال عمله مقاطعه الدار البيضاء اونفا انهم باش ياخذوا قرارات يعني جريئه من اجل هذه الوضعيه. يعني ان هذه الشركه ديال البيئه اليوم اللي مفوض لهذا القطاع انها واش تعلن على واحد الصفقه جديده باش انها يعني يتم يعني الاشتغال على هذه النقط وكذلك تكون شركه مكلفه ولا يكون بدائل لهاد الناس وواحد النقط معروفه باش انهم ينقلوا يعني هاد البقايا ديال النفايات اللي ما يعرف بالكرافه ينقلوها في الاماكن المخصصه. يعني ما يمكنش اننا نبقاو نعيشوا على هذا الوضع، يعني دائما غنبقاو نناشدوا السلطات المحليه وغيكون تدخل ديال السلطات المحليه، مع العلم ان هاد النفايات هما من اختصاصات يعني المؤسسات المنتخبه، يعني باش كل واحد نعطيو المكان ديالو. انا اليوم يعني تنوجه رساله ديالي للسيد الوالي انه باش يبرك مع مجلس مدينه الدار البيضاء باش يلقاو حل لهاد. يعني ما يمكنش كل مره نبقاو يعني ولينا يعني واحد العنصر دائما، خاصنا دائما نرتينوا انتباه ديال هاد النقط عاد باش يكون تدخل ديال السلطات وكذلك عاد المجلس مدينه الدار البيضاء انه يدير قرارات باش انا وياه. انا اليوم تنقول لهم خاص تكون عندكم الجراه ونقولوا اننا فشلنا في قطع النظافه حيت اننا ما درناش الكرافه من ضمن الاولويات ديال مدينه الدار البيضاء.